فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه يجوز التلفظ بالنية في موضعين هما الحج والعمرة وعند الذبح؟ عند الذبح نعم، صح هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد. وكذلك العمرة هي يذكر النسك، ما يذكر يقول أريد أن أحرم، لا، يذكر النسك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، يذكر النسك في تلبيته عند الإحرام. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.